بيه حملة دقائق شوي أسلم من الجمهور. بس شو صار إذا يسلم؟ قرأ لي فيه قل لي. بيه نبدأ أحمد ياسر قال لك ليه فضلت تمشي يا حمدي من الزمالك مع إنك عارف إنه جمهور الزمالك أكثر حد. سمعت حمدي كاستيون ولا إيه؟ أي سمعت كاستيون ولا إيه؟ على والله يعني وضحت بكري وضحت لك معناتها الحقيقه ما كانتش عندي مشكله مع بالعكس الجمهور يحبوني غادي في الزمالك وكنت نحترمهم يعني برشا ما كانت المشكله الوحيده غادي اللي هي مشاكل اداريه معناتها كانت عندي مشاكل مع الاداره برك. هو برشا سؤالات في السونس هذا حمدي فما اللي متقبل الحكايه عليك ما كانتش بالطريقه هذيك. اي ممكن اخويا ممكن اسمعني راه عادي راه مش تخرج من جمعيه بالطريقه هذيك معناتها من ساعه ما من الحقيقه خرجت معناتها ما نتصورش روحي حسيت عملت حاجه خايبه ولا حاجه ما حكايه الاهلي واحد عادي راه باش تلقى برشا عباد ما عندي جهود الذكرى تعرف راه خاطر في مصر غادي متعصبين معناتها شويه في الجمهور معناتها مو شكل كسام معناتها كي يحبوا خويا يحبوا قلبهم بربهم معناتها يحبوا جمعيتهم على الاخر على الاخر. باه يوسف محمود قال لك نريد النقاد في الاهلي المصري بطل افريقيا. اخويا كان واتات كما قلت لك كان واتات الفرصه واحد الحقيقه معناتها يعني خويا نحترم اي نادي كبير خويا نلعب فيه لازم واحد يعطي خويا 100% وكان واتات الفرصه خويا واحد ربي يسهل له. اما كما حمزه جمهور الزمالك ديما جمهور الزمالك ديما نقعد نحترمهم خويا. حمزه ميسر قال لك ديما تقعد ولد الاتوال يا حمزه. يا اخوي الناس تعرف ما ايش نحكي في الموضوع هذا. حمدي تقلقوا منك شويه في ماتش الزمالك. يوسف راني نحب نقول لك حاجه راني مش مكنوع راني نحب نعمل الشو ونظهر ونحب نعمل معناتها كنت النجم راني وقت البريود كنت نلعب في الاتوال كنت النجم نعمل كم برشا جوريت باش نظهر اللي راني يعني نحب الاتوال برشا. اما اللي يحب يحب الفعل ما يحبش بالكلام راهو اللي ما يحبش من الشو. حمدي ماتش الزمالك اثر شويه على العلاقه بينكم مع جمهور الاتوال. الزمالك راهو ما صارتش فيا حاجه معناتها واحد راهوني الحقيقه راهو اجي نفسر لك حاجه راهو لا محمد رسول الله شو اقول لك الفازه اللي صارت وقتها صارت لي مشكله راهو في الماتش الاهلي راهو الماتش الاهلي ما نجمتش نلعب الحقيقه جاتني صعيبه على الاخر راهو كانت المشكله مع الرئيس وصل حتى تكلم معناتها بال معناتها جاي قال لي راه كان توصل تلعب كيكه في سوسه من غير ما تمشي. من بعد الحقيقه قلت لي لان راه صارت فازه بيني وبين بوغطاس بوغطاس برشا عباد ما يعرفوش راه 5 سنين نسكن انا وياه معناتها خويا صاحبي معناتها على الاخر فهمت بتفدليك في وسط الماتش الجمهور شايفها حاجه اخرى فهمت هذيك ممكن الجمهور دار عليه. انا مش بفسر لك حاجه من اول ما تخلط راني اللي شافوه خويا وهم يسبوا فيا راه وما في شو الصغير هذه ولا ما بتصير. اما المشكله راني مشيت نلعب مثال والله كان جيت مثال نكور مثال في الاسبيرانس ولا في الافريقي باش يجيك السوسه باش تسبني عندك حق. اما انا مشيت نكور في جمعيه في مصر ماهيش في تونس هذه اول حاجه وثاني حاجه ما استغربت اني يعني من الاول ماشي في بالي معناتها الجمهور باش يصفق لي كيما برشا جوريات معناتها لعبوا في الليتوال وجاوا معناتها مثال مش يلعبوا ضد الليتوال اني يعني شفت العكس معناتها قعدت شوكي على الاخر فهمت وبعد حتى فهمت حمدي قالوا انت استفزيتهم بعض اللقطات ولا والله جمله ارجع اتفرج على الماتش ونصور وعندنا تبارك الله برشا صحفيين ويصوروا واحد وحتى كي خرجت تكلمت من بعد ممكن انت كنت موجود تكلمت بالباقي على الجمهور وقلت كان اني وصلت غلطت خويا نطلب الاعتذار ما اكثرش منها ما فما حتى لقطه ولا ما فما حتى رياكسيون عملتها للجمهور ما فماش ماتش كامل. اش قلت لي خويا سلام؟ قلت لك عبد الرحمن قال لك هل زوجتك مؤثره في اتخاذ القرارات نتاعك معناها في الكوره؟ والله جمله شوف بس لك حاجه اني مرتي من اول معناها اني وياها كنا نحبوا مصر على الاخر ومصر راه برشا عباد ما يعرفوهاش ريت كي تمشي لها تعيش فيها وكل شيء راهي معناتها بلاد مزيانه برشا معناتها عيشتها ماهيش خايبه.
بدك تشوف عليه مثال حتى ممكن انه يلعب في جامعه كبيره وفي الليل واموره باي وكل شيء، اما ممكن الكابلات وكل شيء اللي هي خليته ما ينجمش يبدل، فهمت؟ ما كان مع يعني بالعكس يعني مع صحيح معناته واحد ياخو راي عائلته ياخو راي مرته، وما ما كانتش مأثره معناته بالطريقه اللي يحكيوا فيها العباد. وممكن هذا كلام كما قلت لك كلام الرئيس نتاع الزمالك اللي فما برشا عباد معناته يوصلوا له معلومه باش يعرفت شنو يخليهم معناته باش ياثر عليه، يعني معناته مش في باله ليه معناته باش تقلقني الحكايه هذيك برشا. حسام الطايشي حمدي قال لك شنو موقفك من حكايه مرتضى منصور مع سيد مشاغب كاب والدرس الزمالك؟ مع شكون؟ سيد مشاغب الكاب نتاع والدرس الزمالك. هو ما هو كان عنده مشكله مع التراس، وكان معناته موقف برشا معناته من الجمهور نتاعهم وكل شيء، وديجا حتى في الماتشات نتاعنا ما يدخلش للتراس، يدخل كان الناس اللي كما قلنا احنا عندهم عضويه في النادي، فهمت؟ انت عندك موقف من الحكايه هذه ولا لا؟ فما برشا من جمهور الزمالك ما يحبوش يراه، معناته مش محبوب برشا من جمهور الزمالك. انت عندك موقف من المشكله هذه ولا لا؟ لا لا موقف شنو الحقيقه حتى ما نعرفهمش مع الحقيقه، يعني خاطر كي مشيت للزمالك وقتها ما فماش برشا جمهور، عاد يجوا كان في كل الماتشات الكبار هكاو يتوصل ديمي فينال توصل فينال، فهمت؟ الماتشات اكثر الماتشات الاخرين ديما تلقى 5000 4000 في الاختيار حكايه فارقه. باهي زيد تحاول ناخذ شويه دي كيستيون اخرين. جمهور الزمالك بون الكل نفس السونس، بعد ما جلال الكريفه قال موازين القوى تبدلت وقتها جاك اوفر من اسبيرونس حمدي انت وحمزه الاحمر هذا رامي الازهر 50 تاني بعد ذلك في البريود نتاع علي، في البريود نتاع علي بعد نتاع علي وقتها على حكي على علي هذيك بعدها كما قلنا احنا بخمسه شهور ولا بسته شهور، وجاتني وقتها زاد جاتني اوفر من اسبيرونس فاست وقتها دوم ما خذاو شمس الدين الضوادي وقتها ما زدت ما نكورش. فهمتك ما تمتش وقت الحكاية. باهي الزمالك باهي باش عندنا فيه تم واحد نقرا فيه قال لك بربي عاون منزل كامل يا حمدي قم بالواجب مع جيتك. اللي نقرا فيه انا حمدي هذوما وصلوني قبل ما يشتقى من كومنتري في اللايف كان حب اما لا لا ما هو يعني خاطر حاجه كي تحكي على بلادي خويا نحب نجاوب عليها، ممكن نقول له نجم تسال خويا برشا عباد في منزل كامل ويقولوا لك حمدي شنو هو. ما سمعتكش حمدي. قلت لك حبيت نوصل له ميساج ممكن نجم يسال برشا عباد في منزل كامل تو يقولوا له حمدي شو يعني، خاطر انا كيما قلت لك واحد ما لازموش كي يعمل حاجه يشهر معناتها هكا. واضح. يعملها بسلطة ربي. خلينا نكمل بكويز صغير. شكون تعتبر احسن لاعب تونسي تو؟ تو احسن لاعب تونسي اي والله الحقيقه ما عاد شنو اقول لي تحكي في البطوله نتاعنا ولا الكل ولا تونسي عنده جنسيه تونسيه بالنسبه لي يعني تو احسن واحد تو ويمر حتى فتره باهي وكل شيء علي معلول الحقيقه. شكون احسن لاعب في تاريخ تونس اللي خلطت عليهم اللي خلطت عليهم كان يعجبني خالد بدره برشا. شكون تعتبر هو احسن مدافع ايمن في العالم؟ في العالم كنت نحب برشا مايكون والفيز، وطبعا نحب ارنولد وكارفاخال. ارنولد حاجه اخرى اخويا. ارنولد ديما اوفونسيف ديما تشوف القدام هذاك اخويا. اي رغم مسيو اسيست. عنده الحريه اخويا هو لا يرقوش مخه كيف. شكون احسن لاعب في العالم تو؟ ميسي ما نحب البرسا يعني ما غير ما نناقشوا فيه. باهي معلم صح. اللي يقلقك تقرا له حساب. اللي كلش كان نقول لك شكون اكثر اللي قلقني في تونس ممكن تو فماك معش وتو مازال يلعب فانا اذا معي يلعب اني يعني اصعب ماتش تعدى لي في تونس كونتر حسين الحربي حسين الحربي يعرف من عروسه
حسين حرباوي خويا، حسين حرباوي تروح وقتها خسرنا فيه 1-0 المركز فيه غايلة بريمير ميتون خويا، تبارك الله عليه خويا، قلقني على الاخر على الاخر. شكون احسن مدرب تونسي؟ احسن مدرب تونسي ترنيت عنده ولا احسن مدرب تونسي بالنسبه لي؟ احسن مدرب تونسي تو نجيك ترنيت عنده. احسن مدرب تونسي في الوقت الحالي تو معناتها اي يعجبني نتاع ستاد تونيزيان جاي القادم. واحسن مدرب دربت عنده؟ احسن مدرب ترنت عنده فوزي بنزرتي الحقيقه. مدرب عنده فضل عليك؟ مدرب عنده فضل عليه زوز، انا طلعني سيمون در الكبير وفوزي بنزرتي اللي خلاني معناتها نعمل في اول مسيرتي. شكون احسن مدرب في العالم؟ احسن مدرب في العالم جوارديولا. اقرب لاعب ليك؟ محمد امين بن عمر. احسن هدف سجلته؟ كونتر السي ابي اول بونت اوف ذا ماتش. بونتو تمنيت لو كان انت سجلت؟ بونتو تمنيت لو كان كنت انت سجلت؟ تمنيت لو كان اني سجلت. لا اله الا محمد رسول الله. الكاف ماتش الكاف اللي في في سوس وقت ربحنا زينا اورلاندو بيرس عمار. اوكي انت عمار. باهي حمدي كملنا. مش اخر حاجه باش تعمل لي تشكيله انت مدافع ايمن وتعمل لي تشكيله من احسن اللاعبين لعبت معاهم في الزمالك في المنتخب في الاكواد. تشكيل شكون نحطه جارديان؟ هذه صعيبه شويه ما ميسيت. باهي جارديان بلبول. باهي على اليمين انت على اليسار؟ على اليسار علي معلو. في المحور أكن نتكلم بالمحور مش لاكس بخاطر برشا برشا مسار يتفرجوا فينا باش يفهموا شوي. بالمحور محمود علاء. لعبت معاهم؟ اي لعبت معاهم. خلنا نختار ثلاثة. محمود علاء و صعب ثلاثة في اللاكس كيفاش ناقص واحد قدامنا؟ باش ناقص واحد قدام ميسيرش نلعب خاطر باش نظلم واحد. هما ثلاثة لعبت معاهم كنت نحبهم على الاخر هذوما. اعطيني شكون؟ اش نقول لك عليه؟ ابو غطاس كنت نلعب في الايطوال الحقيقة كان حاجة أخرى وراي معناتها كوفرتير واحد. وعندك سيف غزاء وعندك هذا المصري زاد قوي برشا مصور راك تعرف يلعب توي كيم ناسيونال في مصر محمود. بس ما حمدي ما فلت لك حتى ماتش كنت في مصر مع التشكيلة الكل نعرفها مش محمود عليك اهو. صحيح. باهي في القدام في الوسط بن عمر وطارق حامد. باهي قدام القدام خويا عندك يوسف المويبي. قداش مازال وقداش من واحد؟ مازال وزوز. لا عاد اخترنا خمسه وزوز سبعه اي ثلاثه عاد مازال يوسف المويبي ونقولوا نحن يوسف المويبي. لا خمسه سبعه ومويبي ثمانيه. اي ثمانيه مازال وزوز. زوز يا ربي يا ربي اش ما ننساش خويا شي حبش لعبات يتغشوا علي. عندك مجرد لعبه هي فراعي معنا مجرد عندك عندك مروان تاج ورميبي وبغداد. مروان تاج فما واحد نسيته. لا فما واحد نسيته شكون بس نضحي ميساج نضحي بمروان تاج ما حبوش يتغش عليا. بنغورا خليل بنغورا هذا يا خويا كان حاجه اخرى قدامي لعبي برشا. هذاك اقوى جوار لعبت معاه خويا في حياتي لحد الان. ما حطيتش في الجاني يا حمد. انت صعيب انا قلت لك علاش الفرجاني خويا ملعبي برشا. انا اخترت بن عمر وطارق حامد بعد اخترت واحد القدام وواحد فيبو فهمت. يعني انا جيت نقول لك خلي لي خمسه خمسه نحطهم على جنب. عندك شو اسمه عندك ياسين مرياح وعندك الفرجاني شكون وزيدك عندك الفرجاني وياسين مرياح اها وجارديان اخر لعبت معاه في الزمالك قنش تو خير من ابو جبل وعواد وخير من الاخرين كله. انا بالنسبه لي يعني احسن جارديان في مصر برجولي قبل ما يضرب مسكين عمل ضربه خايبه فهمت باهي.
وعندك زي ده أسامة الحدادي، هذول لعبت معاهم، ولا إله إلا محمد رسول الله، يزي خويا كمل خليك بس من الكل، ويوسف المساكني، هذوما اللي لعبت معاهم خويا تبارك الله. باهي حمدي يا خليك في الاخر كلمه اللي كنت حط عليها الجمهور الاتوال وايمن عبد النور. وايمن عبد النور وايمن عبد النور باهي شو غد لي خويا خذك هذه الكلمه في الاخر كنت حاب تقولها الجمهور اللي كنت اسمها الجمهور الاتوال انت حر توينسه توينسه الكل خويا الشعب العربي كله خويا ان شاء الله رمضانكم مبروك ان شاء الله ربي يحفظنا وان شاء الله بفضل ربي كما نقولوا نحن البريود هذه تتعدى في اقرب وقت وحتى اسمع نحب نوصل ميساج راهو في نحب حتى يتغشى عليه في التشكيله ممكن خاطر السيد كعبيد معناتها كان مزاد لاعبيه مجرد لعبه هي حمزه صحيح كما قالوا معناتها عليا ولا حمزه الاحمر ولا برشا تو نخرج في الكومنتات معناتها لاعبيه كلهم كل واحد لاعب معناتها عنده قيمته اما ماك تعرف ديما عندك 11 لاعب معناتها صغيره الحكايه على حتى جماعة مصر بدأوا يعطيو كل أسامي قال لك الشناوي الشناوي وحسين شحات وبرشا ما هذوما ما لعبش معاه بني تصور ممكن هم يحكيوا على محمد الشناوي هذاك نتاع الأهلي ما لعبش معاه لا الشناوي ذاك نتاع الزمالك ما لعبش معاه اللي في بيراميدز أحمد الشناوي عارف إي نتاع بيراميدز إي هذاك باهي ماني يعجبني قنش الحقيقة أوف أنت جبت على الشحات تغلطت حمدي تفدنيك نتاع الشحات ولا جملة والله جملة عادي صار موجودة في الكورة ما يعني ما عملتش برشا جوريات ما عندها فهمتي تبيهم ولا واحد عادي كثير صار يوم معناتها واضح يا خويا ميرسي بوكو يعطيك الصحة عايش خويا ربي يخليك عايش كل تكسير